عسلامة مدام. سلمك من مرحبا بيك. عايشك. خلينا نتعرفوا عليك قبل كل شيء. سميرة الشيباني، نسكن في حق الواد، شارع الجمهورية. مرحبا بيك مدام. مدام انت معناها انت واهل لاهالي حلق الواد تتشكيو من وضع البيئي. الوضع البيئي، الوضع البيئي في حلق الواد مدام. لو سخ في الشط، الزبلة. نحن داخلين على انتخابات محلية، الكم ننتخبوا ينحيونا في وراقنا، الفاظ خايبة، ما عادش نجموا نخرجوا. من طرف شكون مدام؟ غديك اولاد المنطقة في الشط. ها تنشكوا من الالفاظ الخايبة اختي برشا، ما عادش نجموا نقعدوا قدام ديارنا. يعني فما مصدر ازعاج للسكان. ازعاج للسكان اختي. الزبلة هذاك هو باش نقول هكا هو. الفضلات مدام اللي تبدا مرميه في الكياس في حلق الواد حسب اقوالك انت. حلق الواد اي حلق الواد. حلق الواد معناها شكون مساهم فيها؟ السكان اللي غدا نتاع الواحد يلوحوا في كل بقعه. البلديه ما تخدمش، ما تتعداش، تبدا تعصر قدام الديار في الزبله، مش لايق هكا. والفوضى يسل في السيف، ما نلقاوش نتعداو، ما نلقاوش نقعدوا. تراسات نتاع القهوة باقي مفروشة. هذه معناتها تراس القهوة في كل قهوة في حلق الواد مدام. من أول الدنيا معروفة حلق الواد، يعني حية. حية إي، أما كثرت علينا كان احنا كسكان متقلقين زادة. ما تقلقتوا من الحس والاكتظاظ والفوضى وال فوضى هذاك هو اللي مدام. هي معناها نظافة الأحياء، البيئة بصفة عامة، عامل مشترك ما بين المواطن والدولة يعني. نحن كمواطن نسكنوا ديما ننظفوا. صحيح. نحن قدام دانا ننظفوا، نلموا، نحطوا في البوبال الحاوية. هي جي عباد أخرى من في حق الواد تقلقنا في البقعة اللي ساكنين فيها. أنا نسكن قابلين ست بنت منطقة. انت اصيله منطقه حلق الواد. منطقه حلق الواد. من وقتاش تبدلت حلق الواد؟ من هالايام هذوما. السنوات الاخيره. السنوات الاخيره اي. كيفاش؟ بدلت من ناحيه العباده، من ناحيه منسى حاجات. البحر وقتاش اصبح غير صالح يعني للسباحه؟ السباحه من الفتره هذه، من التسعينات، من التسعينات تبدلت حلق الواد. ولا تاكل باراسولات، ولا فوضى، ولا ما نقاش حتى وين نعوموا. اصلا هو مدام حلق الواد يعني توا للاسف معناها ولا ما عادش ينجموا العباد تعوم فيه، ما عادش العباد تمشي له برشا، يمكن هكا يمشي يقعدش يعمل قهوه على البحر فقط يعني. بنت واحده ما عادش نجموا نخرجوا، ما عادش نجموا. اللي قبل يعني حلق الواد العباد كانت تجي تصيف غادي. تصيف غادي وتقعد غادي. هذاك هو ما عندي ما نقول. دونك شنو هو الميساج انت مدام اللي تحب توجهه للدولة؟ الدولة نوازن على البيئة، على البنية التحتية، عايشين في فوضى في حق الواد. هذيك لو نرجع بيك مدام للماضي وتحكي لنا على حلق الواد قبل، نحكيو للعباد يعني ما تعرفش حلق الواد قبل كيفاش كان، يعني خلطت عليه توا تسمع به حلق الواد غير صالح للسباحة، حلق الواد درا شنو هو، احكي لنا أنت أصيلة يعني حلق الواد. حلق الواد كانت حلق الواد عندها الشارم نتاعها، كانت اليهود، كانت التلاين، فليد لطش غنى فيها، صليحة غنت فيها، علي رياحي غنى فيها، كان عندها تاريخ حق الواد. كانت البغاز، كانت لجوتي، كانت توا مسحت حق الواد من تاريخها، ما عادش تاريخها نتاع اللي نعرفو، جات عباد اخرين وتخلطت. هذيك حلق الواد جاو فيها سكان جدد ولا؟ جاو فيها سكان جدد، هكا بلاصات في الابريل. فما في سيسيليا هي دخلت كلها دخلت. لو نحكيو على ظروف العيش يعني في حلق الواد او في اي بلاصه يعني هكا على البحر في فصل الشتاء مثلا كيفاش تكون؟ فصل ظروف العيش كيفاش تكون معناها على البحر في فصل الشتاء؟ فصل الشتاء على البحر ديما فيها اقل شويه بارده اكثر. بارده اي وقل شويه، اما باقي لي موفمون في شارع الجمهوريه ذاك لو بحذا لوتيل دو بحذا فما
اقسم بالله نحن نسكن مقابلين غادي ماني انت في قلب حلق الويد. حلق الويد ريستورون بوبيس بجدبنا حسنوا في شارع السياحة برد من بعد تاع البرد عندنا السواح تحتنا الكروازير يهبطوا الكروازير يهبطوا هي كي الكروازير يهبطوا في السياحة ويقاوك المنظر هذاك. مدام انت واهل يعني حلق الواد سكان حلق الواد ما نجمتوش يعني تنبهوا على العبيد اللي طايش الفضلات العبيد اللي مش مهتمه بالبيئه؟ لا احنا نطلبوا ما عندناش بلديه خاطر شويه من المواطن زاد وشويه من البلديه ما عندناش شكون نشوف سكان البلديه راس البلديه ما تنحات ما عندناش العبيد هذوما نبهتوا عليهم ولا اصلا مش في صالحهم يعني ديك المنطقه نتاعكم في وجوهكم يعني نبهوا نبهوا خو اختي وشي منطقه حلق الواد يعني قبل ولا توا تقعد ديما عندها عندها منطقه مسخوها جيت تتخرج لي كونتيريت بوباليت ملوحه قدام ديال الناس حسك الريحه مع سنم الحلو شبابك ما هذايا الكل ما عندكمش مشكله مع المطاعم في حلق الواد؟ انا مالك انا بعيده عن المطاعم انا في بحضة شط عندنا اللي دو بحضنا هو يخص في فضلاته في اي وقت هكيك مدام في الشارع ولا في الحاويه مدام في الحاويه وقدام ديالنا نحن تقعد بالثلاث ايام وبالنهارين المشكله يظهرلي مش من المطعم من اللي عامل المطعم هو يخلص فيه هو معناها مطالب انه يحط في الحاويه فقط لازم البلديه تجي تهز الحاويه اي فرغها يعني هي ما تجيش بالنهارين اختي بالنهارين وسامحني مدام حشيك يعني ريحه الحاويه تخرج تخرج ما عادش نجمو نحلو شبابكنا ما عادش نجمو نحلو ديارنا هذاك هو مدام اللي عندي دونك شنو الميساج مدام اللي تحب توجهه اولا السكان حلق الواد اللي قلت لي اللي مش مهتمين بالوضع البيئي شنو تحب تقول لهم ساعه قبل ما نوجهوا ميساج للدوله اي السكان نتاع حلق الواد يلزمهم يتنظموا ونحيوا الافكار الالفاظ قدام ديال الناس الخايبه ويتنظموا في سلوكهم اي ها ولا البيئه ولا ان شاء الله يسمعوا منك مدام سينا تنجم تواصل ميساج للسلطات المعنيه بالامر بخصوص يعني البلديه معناها تهز الحاويه تفرغها ونعطي البيئه جيت تفقدنا تخدم خدمتها في الشواطئ من سقطوا سطح حق الواد سقطوا سطح حق الواد في شارع الجمهوريه لا وريك نخلي لك الكلمه الاخيره مدام ومرحبا بك يعيشك الكلمه الاخيره شنو تحب تقول؟ اي صفه عامه على الوضع البيئي معنا الوضع البيئي يتفقدونا الشطوط السواحليه اي المسخه ماذا بيك الشط يرجع كيف قبل؟ كيما قبل في حق الواد هذاك عايشك يا مدام